معرض موهبتي معرض يقام للطلبة الموهوبين في الفنون المرئية وفنون الأداء. المعرض للسنة الخامسة، بدينا فيه من 2017. المشروع ما بين دائرة الثقافة والسياحة ودائرة التعليم والمعرفة، يتم عرض نتاجات الطلبة الموهوبين في مختلف مجالات الفنون. العدد الطلبة اللي شاركوا تقريباً 320 طالب، وعدد الأعمال اللي يصل عددها ل 560 ما بين فنون الأداء والفنون المرئية. المعرض عنوانه أصلاً موهبتي من بيتي. فكرة المعرض بسبب الظروف اللي احنا مر فيها، الطلبة كان شغلهم كله الشغل عن بعد، فكانت الأعمال اللي انعرضت بهاي الطريقة أنهم كانوا يتلقون دروسهم أونلاين وكانوا يقومون، فالأعمال كلها أعمال بذلوا فيها مجهود كبير، فأنا أوجه لهم شكر صراحة، لأن المعرض هذه السنة مختلف عن كل السنوات الماضية. سوف يحظى إن شاء الله الزوار هذا العام بفرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة متنوعة من الأبداعات الفنية لطلبتنا الموهوبين في الفنون المرئية وفنون الأداء. الفنون المرئية عندنا كذا مجال: الرسم، التصوير الفوتوغرافي، النحت وغيرها من الفنون. أيضا عندنا في الفنون الأداء الموسيقى، الدراما، الباليه وغيرها أيضا من فنون الأداء. برنامج موهبتي يوفر منصة تعليمية وفنية وثقافية تعزز الإبداع والابتكار الفني للطلبة الموهوبين في الفنون في مختلف مناطق إمارة أبوظبي. ندعو الجمهور إلى زيارة المعرض والاستمتاع بالنتاجات الفنية لطلبتنا الموهوبين في الفنون يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً. المعرض مستمر لغاية 26 يونيو 2021.